اتخذ 30 شابا كرديا في أربيل الموضة اسلوبا للتعريف بالثقافة الكردية والانفتاح على العالم الخارجي عبر ارتداء البدل الجذابة محلية الصنع والسراويل الضيقة واللحى المهذبة بشكل أنيق، وقاموا بإطلاق ناد باسم مستر أربيل الذي يعتبر الأول من نوعه في العراق. نشجع الأشياء المحلية ونشجع الصناعة المحلية ونوفر الشغل للشباب وكل طبقات الاجتماعية بالكردستان، ونحن كل واحد لبسنا ستايل معين له والذوق مالته، وحتى نرفع المستوى الثقافي واللبس داخل الشباب. وتهتم هذه المجموعة بالموضة وارتداء الزي الغربي في مسعى لتغييرات اجتماعية وإعطاء صورة أكثر إشراقا عن كردستان بارتداء أحدث ملابس الموضة. وتضم هذه المجموعة التي وصفت بأنها أول نادي لموضة الرجال في العراق، ويعتبر أسلوب الموضة لمجموعة مستر أربيل الأقرب إلى الشباب الذي يفضل الاستقلالية في الموضة والمزج بين الحداثة والتراث الثقافي من خلال إعادة إحياء زي تراثي لأشخاص كان يطلق عليهم لقب الأفندية.